الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تلك آيات الكتاب الحكيم. هدى ورحمة الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم. ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات
صدق الله العظيم.